الغرافة جنبا إلى جنب شقيقه الأهلي السعودي الذي يتصدر هذه المجموعة بلا خسارة ويتحقق بذلك أول تعادل كما قال علي سعيد الكعبي في هذه المجموعة. بداية الغرافة كان المبادر بالتسجيل عن طريق أليكس في الدقيقة 24، عماد الحوسري أبى ألا يسجل اسمه في الشوط الأول ويسجل برأسية في الدقيقة 31. من علامة الجزاء استطاع سيسي أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 54 للغرافة القطري. بعد ذلك استطاع الأهلي السعودي تعديل النتيجة عن طريق بالومينو في الدقيقة 68.